بابا يا بابا الحنين هبا بطل الحال صاحبي نمشي معاك ما جيتك غير نزور إيمان عياط على الله الله سيدي الحبيب سيدي رسول الله الله مولا يا بنت شفيع الخلق منين متوانا يا مضطر كيف اسبق لي في السطار وقف ساعي محتاج و
جفاتي ما القدرة وقف سعي محتاج وجفاتي ما القدرة يا بنش في الخلق أزمنا أدغى عندي جار وأنا حمل الأوصال مازال مسافر بيه ودن وبعدي أقدر مازال مسافر بيه ودن وبعدي أقدر Yes.
Thank you.
الناس هادو اللي دائما يرحبوا بنا وهاد اللوحة اللي شدوا هي بشراكة مع ناس ديال الأصيلة سي مصطفى بن الأصيلة حنا كنربطوا الجنوب الشمال وهاد اللوحة جديدة اللي كتقدم أول مرة بشراكة والناس ديال تنشكروا مرة أخرى الناس ديال تلوتانت سي القدام سي العنصري وسي سقر الشيخ ديال الطريقة وسي رئيس الجمعية وجميع الفقراء اللي عرفونا وحنا صغار وحنا هذيا الرابطه اللي بيننا وبين هاد الناس تمشوا عندنا وتيجيو عندنا وتمشوا عندهم وتمشيو عندهم تمنى هذا الشيء بقى متواصل والان غادي نديروا واحد ذكرى الحمد لله ديال السويره وغادي نرفع واحد الحضره مع السي مصطفى بن راضي اللي هو ولد جميع الطوائف هو اللي تقى هو الشيخ دابا الحين بين الشيوخ اللي تاع الطريقه الحمدوشيه في المغرب وشكرا مره اخرى على الضيافه الكرامه وجوكم باش شكرا بزاف.